حضرتك أشرت لنقطة مهمة جدا، وهي فكرة المنظومة الشاملة، أنه جميع المصريين ستشملهم منظومة التأمين الصحي الشامل بمن فيهم غير القادرين والمتعطلين عن العمل وكل الفئات اللي لن تستطيع أن تتحمل أعباء مالية. الدولة هي التي ستتحمل بدلا عنهم. ما هي المعايير التي على أساسها سيحدد مجلس الوزراء، وهو الجهة المخول لها تحديد الأفراد من المفترض أن هم غير قادرين على دفع الخدمة، وبالتالي الدولة هي اللي هتتكفل؟ يعني خلينا نقول حاجة وللناس عشان نكون واضحين. بعض الناس هيقول لك ايه، والله موضوع تحديد القادرين ده حاجة هلامية، اي حد يقدر يتهرب منها. احنا اثبتنا في المطبطة بتاع مجلس النواب ان ما قمنا به من دراسات علمية اكتوارية ومالية واقتصادية وكذا، ان تلت أعباء هذا النظام سيخرج من خزانة العامة للدولة لتغطية ثلث أو ما يقرب من 35% من السكان. اعتمدنا على أنه الإحصاءات بتقول أن مستوى الفقر في مصر من 25 ل27 أو 28% من السكان. قلنا لا، إحنا هنروح لغاية 35% ستتحملهم خزانة الدولة. إذن ففي معيار موضوعي أهو مثبت ومسجل في مطبطة مجلس النواب. دكتور، لكن حضرتك متأكد من صحة البيانات الموجودة في الجهاز التعبئة العامة والإحصاء؟ لأنه واحد من أهم المشكلات الخاصة بمصر أنه لا توجد قاعدة بيانات حقيقية، لأنه بسبب أنه المواطن هو الذي يحجم عن أنه يقدم معلومات حقيقية، سواء عن دخله وعدد أفراد أسرته أو أنشطته وما غير ذلك. بصي حضرتك، يعني الجهاز المركزي التعبئة العامة والإحصاء بيعتمد على إجراء دراسات على السكان، دراسات فعلية على أرض الواقع من خلال فرق من الخبراء والمتخصصين. صحيح. في هذا القياس أنا عاوز أقول لحضرتك أن المنظمات العالمية الدولية، بنك الدولي، صندوق النقد الدولي، منظمة، بيعتمد على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. فإذا كنت أنا كمصري أو كمسؤول في الدولة المصرية هاجي أقول أصل مش عارف إيه، طب اللي من الناس اللي بتعتمد على هذه البيانات في التخطيط والنشر وما إلى ذلك، لابد ندي مصداقية وبتاع. ومع ذلك بنقول احنا واحنا بنطبق على الأرض هنتعامل مع كل هذه الأمور، ولكن ما أثبتناه وما التزمنا به وما أجرينا عليه الدراسات الاكتوارية اللي هي الدراسات بتاعت مدى إمكانية تحقيق الاستدامة المالية لهذا الموضوع، أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل ثلث أعباء هذا النظام، وهتكون عبارة عن تمويل تكاليف غير القادرين اللي قدرناهم. لو أنا النهاردة بتكلم أن أنا عندي مثلا 93 مليون مواطن، فإذا في 32 مليون مواطن ستتحملهم الخزانة العامة للدولة. المصدر الثاني قلنا في اللي هي الاشتراكات، أنا بقبض وحالتك بتقبضي وده كذا وده بيكسب، إحنا هنساهم وهندفع عن نفسنا وعن أزواجنا وزوجاتنا وأولادنا، وصاحب العمل بيدفع عني. الثلث الآخر جاي من الموارد الإضافية، زي قلنا مع تطبيق النظام لو كان في شهر 7 إن شاء الله أو خلافه، في 75 قرش على كل علبة سجاير، في جنيه على العربيات على الطرق السريعة، في مثلا 20 جنيه كل سنة على رخصة القيادة، 20 جنيه كل سنة على رخصة القيادة، في 50 جنيه على العربية اللي هي الساعة الطبية أيضا اللي قلنا بالنسبة لي اللي بيفتح مستشفى جديدة خاص فبيدفع 1000 جنيه على كل سرير. يعني حطينا موارد بالإضافة إلى قلنا 2.5% على الإيراد أو الأنشطة كمساهمة تكافلية. انت عارفة كل الشركات عندها ما يسمى بالمسؤولية المجتمعية للشركات، فقلنا يبقى ده من ضمن المساهمة التكافلية، وأثبتناها في مطبطة مجلس النواب أن هناك 2.5% على الأنشطة مساهمة تكافلية في هذا النظام. احنا بنعتقد انه الدراسة الاكتوارية اثبت لنا ان احنا نقدر نمشي بهذا النظام ونقدر نحقق له الملاءة المالية. دليلنا في هذا ان النظام ده هيبدأ في محافظة بورسعيد لمدة 6 شهور، يخش بعد كده على السويس او الاسماعيلية. في السنة الاولى هينفق حوالي 9 مليار جنيه، تلتهم محولين من الخزانة العامة للدولة. في نهاية تطبيق، يعني مع اكتمال تطبيق النظام، بنتوقع في سنة 2031 أو 32 على مستوى الجمهورية النظام ده هيصرف 600 مليار جنيه. 600 مليار جنيه دول جايين منين؟ زي ما قلت لحضرتك، تقريبا التلت جاي من الخزانة، التلت جاي من الاشتراكات، والتلت جاي من المصادر الأخرى الإضافية.
على الجانب الآخر من الإنفاق النظام ده في بعض السنوات سيحقق فائض يستخدمه كاحتياطي عنده يستثمره، وفي بعض السنوات هيحقق عجوزات يبدأ ياخد من الاحتياطيات اللي عنده. مهم، وده الاختبار اللي هيتم على الأرض، هو الجودة، هو تحسين الخدمة الطبية، هو حماية دخولنا من خطر المرض ومن خطر الانزلاق في فقر المرض نتيجة انه احنا ما معناش ندفع تكاليف الرعاية الطبية المقدمة.